عرض عسكري للجيش الوطني بمحافظة حضرموت احتفاءً بالذكرى السنوية الثالثة لنجاح قواته في المنطقة العسكرية الثانية من تحرير مدن الساحل الحضرمي وانتزاع سيطرتها من قبضة حكم مقاتلي تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب التي استمرت سنة كاملة بعد أن كان مسلحو التنظيم قد بسطوا سيطرتهم المسلحة عليها في العام 2015. اليوم شرقت الشمس علينا في حضرموت وأشرقت على كل العالم، وحضرموت تحتفل بالذكرى الثالثة لتحرير الساحل حضرموت بعد أن سقط أو ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى شهداء لنحتفل بهم اليوم. هذا اليوم العظيم الذي نحن نحتفي بفرحة تامة جيشا وشعبا وحكما في حضرموت. العرض العسكري وهو الأكبر الذي تقوم به وحدات رمزية من الألوية والفرق العسكرية التابعة للمنطقة الثانية، شهد تنفيذ استعراضات متنوعة لتشكيلات أمنية وعسكرية كوحدات الصاعقة والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب. شهدت السنوات الثلاث الماضية تحقيق العديد من الانتصارات المتلاحقة على تنظيم القاعدة بعد خوض ثلاث معارك ناجحة، هي معركة الفيصل لتطهير وادي المسيني والجبال السود هضبة حضرموت والقبضة الحديدية في مديرية يبعث، واستقرت الأوضاع الأمنية في ساحل حضرموت وأصبحت يضرب بها المثل على مستوى مختلف المحافظات المحررة. عمليات تفكيك الألغام وإبطال العبوات الناسفة كانت هي الأخرى حاضرة، ففي هذا الميدان نفذ خبراء الشعبة الهندسية بالجيش مناورات حية تشمل نزع الألغام والمفخخة، وهي التي تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه سلطات المحافظة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تمكن الجيش من تفكيك نحو 80 طن من الألغام والمتفجرات منذ استعادة السيطرة على المكلا وبقية مدن الساحل من أيدي مسلح القاعدة منذ 3 سنوات وحتى يومنا هذا. قبل 3 سنوات من اليوم كان هذا المعسكر ساحة تستخدمها القاعدة لتدريب مسلحها، اليوم تحيي فيه قوات الجيش والنخبة ذكرى انتصاراتها على الجماعات المسلحة ودحر إرهابها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.